متواصلين مشاهدينا الاعزاء مستمعينا الافاضل بتواصل انطلاقاتنا وشوطنا السادس عشر يسير بحفظ من الله وتوفيقه يحمل هذه التحديات الجميلة هنا مع انطلاقة الإبكار مباشرة نسير إلى المركز الأول إلى الصدارة إلى حربه اللي على المركز الأول لمبخوت بن سالم بن مبخوت المنهالي بينما المركز الثاني الفيصلية لناصر بن قريع بن روس العامري يتواجد مع المركز الثاني بينما المركز الثالث هذه هي القادمة غادة لمحمد بن مطر بن حويرب المنصوري بينما المركز الرابع رابع المراكز هنا الحضور مع المركز الرابع في هذه اللحظات وصولا من الذيبة لسيف بن محمد بن سعيد المنصوري بينما المركز الخامس الضبي لحمد بن عوض بن زيتون المهيري أما المركز السادس فهي راهية لجابر بن عبيد الصنباري العامري يأتي هنا مع المركز السادس بينما المركز السابع سابع المراكز شان مبارك بن محمد بن شير العامري بينما المركز الثامن فهذه حشيمة لراشد بن جمعة بن محمد بن حرمش المنصوري يأتي هنا من خلال تواجده وحضوره الجميل لكني بعود إلى المركز الأول دعود إلى الصدارة إلى مقدمة الشوط إلى الأداء الذي يحمل أيضا الإثارة المميزة هنا في أرضية الميدان وتحديات هذه الأسماء التي تبدأ بهجومها وانطلاقاتها وقوتها وإرادتها للناموس والفوز والانتصار أعود إلى المركز الأول أعود إلى الصدارة هنا أجد حرب ما زالت على المركز الأول مبخوت بن سالم بن مبخوت المنهالي يسيطر على المركز الأول يتقدم بالمستوى الأول مع صدارة هذا الشوط أما المركز الثاني الفيصلية لناصر بن قريع بن روس العامري يأتي مع المركز الثاني بينما المركز الثالث فهذه هي الديبة لسيف بن محمد بن سعيد المنصوري بينما المركز الرابع غادة لمحمد بن مطر بن حويرة بن منصوري بينما المركز الخامس خامس المراكز الضبي حمد بن عوض بن زيتون المهيري يأتي مع الضبي والتحرك يبدأ من شان أمبارك بن محمد بن شير العامري يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام المنافسة جميلة ورائعة والتحدي تمتاز به هذه الانطلاقات والأصايل هنا في أرضية الميدان في عاصمة ميادين سباقات الهجن في ميدان الوثبة يا سلام لكني بعود إلى حربة حربة اللي على المركز الأول لمبخوت بن سالم بمبخوت المنهالي تحركت الفيصلية بدأت هنا تفصل ما بين الحاجز مع انطلاقة هذا التحدي ناصر بن قريع بن روس العامري هنا ينطلق على المركز الأول المركز الثالث وصلت غادة مطر أو محمد بن مطر بن حوير بن منصوري وتحرك الكل تحرك الكل من أجل الفوز شوط الختام هنا مع انطلاقة هذه الأسماء الجميل في المسار الصحيح وصلت شان مبارك بن محمد بن شير العامري ولكن المقدمة الفيصلية واللي عصات تاف الابطان من الجانب الاخر مع حربة مبخوت بن سالبة مبخوت المنهالي اللحظات الاخيرة اللحظات الحاسمة تهانينا والناموس على فوز الفيصلية ناصر بن قريع بن روس العامري تهانينا لك المركز الثاني حربة لمبخوت بن سالبة مبخوت المنهالي المركز الثالث كانت هناك غادة محمد بن مطر بن حويرب المنصوري التوقيت الزمني هناك 6 دقائق 24 ثانية و33 جزء من الثانية تهانينا والنفس